على إيقاع الموسيقى والرقصات الشعبية والطقوس الدينية. تقام حفلات الزفاف في الهند، والتي تشكل واحدة من الثوابت التاريخية والشواهد الحية لانتماء الإنسان لثقافته وحضارته. تضم الهند العديد من أتباع الديانات والاعتقادات، كل ذلك ساعد على تنوع عادات وتقاليد الزواج. فالمسلمون الهنود لا يختلفون كثيرا عن المجتمعات العربية والإسلامية، بينما في الديانة الهندوسية التي تتميز بتعدد طوائفها وطبقاتها الاجتماعية فتختلف، وتحكمها كثيرا من الاعتبارات التي قد تبدو لنا غريبة. اليوم نستقبل الضيوف، وأمس كان العرس. الاستقبال اليوم لتناول طعام الوليمة، ممكن تكون يوم أو يومين أو ثلاث، والوليمة في كل مناسباتنا وهي حسب القواعد الإسلامية. الأعداد والتقاليد الزواج الهنود هي على حسب الدين. المسلمين واحد زي العرب وزي في أي مناطق أخرى في العالم كله. يدفع المهر؟ المهر ضروري، أيوة المهر ضروري، هذا كيف. وفي منهم يعني مثلا الهنود، في منهم المسلمين يتحمل في كل شيء، الرجل أبو الولد يتحمل في الملابس والعثات والبيت والولايم على الولد أبو الولد. والهندوس غير، الهندوس عندهم الطبقات، طبقات يعني في عندهم 4 طوابق، فعلى حسب الطوابق هم عندهم حفلات والأعداد والتقاليد. المرأة أبو البنت هو تحمل في كل شيء، الوليمة والحفلة والقصر الحفلة والبيت الولد وعثاث والملابس كل شيء. في الهند الزواج يعتمد على مستوى الأسرة، هناك أسرة غنية وأسرة فقيرة، وتختلف المناسبات والاحتفالات بناء على ذلك. تختلف طقوس الزواج بين المسلمين والهندوس. المسلمون يتبعون العادات الإسلامية والهندوس يتبعون تقاليدهم. المسلمون يذهبون إلى المسجد لعقد القران، والأسر الهندوسية يتبعون تقاليدهم. أنا تيجا من بونا ولاية مهاشترا. لما يقرر العريسين الزواج تجتمع عائلة العريس مع عائلة العروس، لأن يكون الزواج عن حب والعريس له علاقة بالعروس، ويمكن أن تكون العائلتين على معرفة من قبل. ومراسم الزواج حسب التقاليد عادة نذهب إلى المعبد ويتم قراءة بعض من الكلمات الكتاب المقدس، بعد ذلك يتم التقاط صور مع الأهل والأصدقاء. قناة السعيدة حضرت بعضا من تلك الاحتفالات المحافظة على رونقها الحضاري والباذخة بنكهة الأصالة. فالعريس يزف على حصان مرتديا الزي التقليدي، في مقدمة الموكب تعزف الموسيقى ألوانا من الأغاني الهندية الراقصة، يتفاعل معها الأطفال والشباب والكبار من الجنسين بالرقص والغناء على طول المسافة المؤدية إلى الصالة. يقف العريس عند الباب شاهرا سيفه لطرد الأرواح الشريرة حسب الاعتقاد. وتتوالى الأفراح، حيث يتقدم الأخ الأكبر للعروس ووالدتها فيضعان الحناء على جبهة العريس، ثم تخرج العروس لاستقبال عريسها حانية الرأس كدليل على طاعتها لزوجها، ثم يتبادلان عقود الزهور. في هذه الأثناء يكون الكاهن قد جهز متطلبات مراسم عقد القران، والذي تبدأ بطواف الزوج والزوجة حول النار 7 مرات
ورجل الدين يقرأ ويرش عليهما أشياء يعتقد أنها مقدسة، كما تمارس العديد من الطقوس المستوحاة من الثقافة الهندوسية. ويختتم الاحتفال بدعوة الجميع لتناول طعام الوليمة، والتي تكون خالية من اللحوم فتقتصر على الأكل النباتي حسب التعاليم الهندوسية، فيما تلتقط الصور للذكرى. لبرنامج صدى الأسبوع، شاكر قائد قناة السعيدة الهند.